J'en ai extrait les éléments principaux. Le président occulte que si la France et l'Occident ont tous salué la patience et l'endurance à l'OTAN dans l'administration de nos programmes d'aide et dans l'exécution. وللاسف لي مع الكوفيد اخرناه فاحنا طامحين يعني نديروا لقاء ملاقات فيما يخص بالضبط على النضال جماعه تاع الملك ان دوت عندهم هدف واحد هو تبليغ الجيل القادم على تاريخه وهذا الشيء تعلمناه احنا كجزائريين في امريكا السوق تاع يعني المجتمع هو يكون يعرف تاريخه. مثل هذه الندوة تضيف شيئا من الجانب الثقافي والتاريخي حتى الجمهور الجزائري يستطيع أن يفهم بشكل أعمق جذور هذه العلاقة الوطيدة بين الولايات المتحدة والجزائر.